والله انا معناتها قلت له خيان، ما قلت لهم لو كانت تتبنوني ساقسي ماذا بيا، اما راني لو كان نولي ساقسي ما نسكتش، عليه لا انا ديجا ما نسكتش تويك، اما لو كان نولي ساقسي والله العظيم شنو عليك، شنو الحاله هذه، شو ساقس وما ادراك، معناها ما فيهاش قنطره، ما ثم كان في المدخل باش تدخل الساقس، ما ثماش باركينج، شو هو وين ماشيين بيها، وين ماشيين بها؟ إلى متى؟ شو صفاقس وما أدراك؟ معناتها العاصمة الاقتصادية نتاع الجمهورية التونسية ما فيهاش مسرح، والمسرح اللي توا من دام اللي ترابوه ما مش موجودين، ما تعملوش فيه أكثر من عامين. أكثر من عامين، مازالوا اللي ترابوه مازال مسكر، هذا معقول؟ شو وفيها دار ثقافة الجاموسي، شو مش نقولوا بارك الله فيكم اللي اعطيتونا دار ثقافة الجاموسي باش نقعدوا نشكروا؟ دار الثقافة الجاموسي من أعز الفضاءات، لكن ما فيهاش المعدات التقنية. أنا البارح نخدم حتى لما 3:30 بتاع الصباح، ما ثماش المعدات التقنية إلا ما تسلفنا وعطاونا، فهمت ولا، لقيان ويسلفك ساعات، فهمت ولا، مركز الفنون الدرامية بارك الله فيه يجيبوا لك وخيان آخرين، أما الدولة كاملة عندها دار ثقافة ما تكسبش، فهمت ولا، معدات تقنية، معدات صوتية، معدات ضوئية في مدينة كيما مدينة صفاقس، هذا مش معقول ومش مقبول ومش مسموح، ماهوش مسموح. ومن بعد يقولوا شبيهم العباد غاضبين، ومن بعد يقولوا شبيهم العباد يحسوا بالقهر، إلى متى؟ شو مدينة كيما صفاقس تدخل فيها فهمت الله كأنها مازالت ما كأنها قاعدة تتبنى من جديد، شنو الكلام هذايا؟ شنو الغبرة في كل شيرة؟ شنو البوليسيون في كل شيرة؟ شنو هو؟ يعني المسؤولين السياسيين ولا لهم معناتها الصفاقسية أيضا أنا نقول لهم فيها، ما هم عندكم نواب ولا يتفاهموا معاهم؟ ما هو عندكم نواب ينوبوا فيكم؟ ما هو عندكم النهضة وعندكم نداء تونس وعندكم تكون وعندكم شكون وعندكم شكون يتلاو بيهم يخدموكم؟ ها جايت الانتخابات البلدية هنقول اعطيوا أصواتكم للناس اللي تخدم الساقس مش تخدم الأحزاب، الساقس أهم من الأحزاب. شنو هو نحكي مع شباب، معناتها نحكي مع شباب المرة الأخرى في القاوي، معناتها نحس بإحساس بالإحباط، نحس بإحساس بالغضب بصدق، يعني نقوله لك يعني بكل حب نقول فيه، تقول انت شنو دخلك، انا صفاقسي، انا قروي، انا قفصي، انا باجي، انا سرياني، انا جربي، انا تونسي، شنو مدخلك؟ عم يوسف على يساري دونك هذا بالحق شرف لي انا شخصيا قاعد موجود بحضر حكيم الزمان، كذلك تحيه لفوج مركز بعصيده على راسهم القائد احمد الجريبي وعارفي اوكي قلتها لك القائد سالو بجناح لا لا ليش شنو عارفي عندك قضيه الكواليسك اعطينا هيك نبداو من الاول اللي اول مره في العالم في الكشافه التونسيه نلقاو كفيف يكون قائد فوج اكيد خويا مهدي كما تعرف وكما قال العم يوسف العمى مش عمى البصر وانما عمى القلب البصيره كي ربي سبحانه ينحي حاجه يعطيك حاجات فالفرق بين الانسان والانسان هو الكمال لله، احنا متفقين انه الكمال لله، دونك كل واحد عنده ميزاته، ولكن الفرق فاش؟ الفرق انه فما شكون يستغل الميزات هذيك المميزات نتاعو يستغلها في طاقات ايجابيه، وفما شكون ما يستغلهاش، باش ما نقولوش كلمه اخرى نقول ما يستغلهاش. دونك الحمد لله انا دخلت الكشافه عندي سنوات، نشط مليانه صغير، علمتني برشا حاجات، قادة الفوج القوا في المؤهلات اني نكون قائد، فاقترحوا عليا وانا قبلت، عديت الابتدائية، عديت التمهيدية اللي هي التمهيدية الدرجة الثانية في السلم القيادي بالنسبة للكشافة التونسية. واقترح علي مؤخرا اني نكون قائد فرقة. وبتشجيع منهم وبدعم منهم وبطبيعة محاضين ديما الحقيقة ديما لقيت منهم كان التفاعل الإيجابي، وهي اخدم واحنا معك، اخدم واحنا موجودين بحداك. لوسونسيال الابداع هذه اهم حاجه، دونك قلت على سلا تجربه اولى في العالم وفي تونس، هذا شرف لجيت صفاقس، شرف لكشافه تونسيه، ومساج للناس الكل اللي كشافه مفتوحه للجميع، وهذه اول فرقه في العالم فرقه لويس برافو للكشافه التونسيه. اي غنيه تعرف احسن غنيه ايش تقول؟ الحياه، تقول الحياه الحياة مططها شوية كلمة الحياة ترى
الحياة. زيت هالش بنتي؟ نعم. زيت ترى؟ الحياة. الله الله ترى ما بعدنا دو توا الحياة. نزيد نطولوها دو توا الحياة. شفتم حليه البنوتة هذه تحب تعيش وتحب عم رؤوف الانطلاقة تكون اليوم من إذاعة صفاقس، حسيتك بهك الدمعة حبيتها بنتك. حسبتها بنتي والله. أنت أخوي العزيز شوف ربي يخلق أسباب، ونشكرك على الفرصة اللي أعطيتها لي باش تتحرك، معناها تزيد تتحرك الإحساس، يتحرك الإحساس بالإنسانية اللي فيها، ويزيد يتحرك الضمير اللي فيها. فماش مرقوم بالواجب، والواجب هذا يعتبر معناه انك تفيق الانسان بانه انسان. صحيح. هو بصراحه الشيء اللي قاعد تعمل فيه صديقي من اعز ما يمكن معناه يكسبه البشر. الحمد لله. انه يتوعى، انه يحس، انه يكون اقرب ما يمكن لعمقه في الانسانيه. ربي خلقنا ان شاء الله باش نكونوا للحياه بشارة خير. هذه لابد ان شاء الله بشارة خير. الليله على روحك محمد جاموسي في حضور، نعرف برشا رجال اعمال مش يحضروا، يلزم الناس الكل تجاوب الليله معاها على البوديوم باش نقولوها، ونقترح نعملوا لقاء اخر كان ان شاء الله معك على طول. انا معك معناتها، ونشارك معك خويا العزيز باش نعملوا حمله كبيره 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 باش نقوموا بواجبنا، باش بنتنا تاخذ حقها للحياه كما ينبغي، وما تقعدش مسكينه بالكلاوي اللي عندها. يا ربي يشفيها. يا ربي يشفيها.